محتاجه بنت؟ ايه؟ انا غير تاني ولا ايه؟ على فكره انا فاهمك كويس جدا. اسمعي، احنا جايين هنا عشان هدف معين هنحققه ونمشي على طول. هو في ايه؟ الموز ده عجبك ولا حاجه؟ لسه بتغيبي برضه ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت حركاتك دي مش عجباني، وكل الكلام اللي انت قلته ده ولا كلمه فيهم دخل الدماغ. بقول لك ايه؟ هم خلاص استووا مش ناقص غير ان انفذ. اللي اقول عليه اتسمع، مفهوم؟ جوه بطل جنان. بطل جنان؟ قول لنفسك يا حبيبي. هو انا لازم اعمل كده؟ بس ده يا حبيبي مش اللي اتفقنا عليه. او اللي حصل ماليش دعوه. طب خش جوه بقى وبطل شغل عيال. شغل عيال؟ البركه فيك يا بنت، ده شغل سيما. سيما افهمي بقى. اسمع يا خالد، احنا جايين هنا علشان حاجه واحده، مظبوط؟ مظبوط. انا عاوز افهم ايه اللي بيخليك تعمل حركات شغل العيال دي؟ خلينا ندخل في الموضوع ونخلص. خلاص بقى حقك عليا، زعليش بقى. خلاص بقى، خلاص بقى حبيبتي، ما زعليش. تقريبا كده الحكاية واضحة، تبقى شامة بقى. هي تقريبا غيران عليه، غيران صح؟ اخرسي. صدقت كلامي؟ في حاجات كتيرة قوي بتدور من وراك وانت مش واخد بالك منها. بس بيخونوك. قلتلك اخرسي. بعد ما تاخدوا اللي انتوا جايين هنا علشان، هيخلصوا منك وهيخلالوا من الجو. وانت بقى باي باي يا حلو. بعد يعني. تخيل كده لو هي في حضنه وسكرها في صدره. اخرسي. Yeah.
كفايه بقى كفايه. انت مش عايز الخزنه؟ طبعا. انا هدي لك الخزنه. ايه؟ بتحبها قوي؟ طيب حلو. طب بتحبها قوي بقى شاطر، فرجني فرجني وتنزلها عن كل ما تملك. تنازل عن كل ما أملك لزوجتي، وهذا إقرار مني بذلك. عشان اتفقنا على قتل شخص واحد، قتل شخص واحد ما تفرقش عن قتل ثلاثة. حبيتيها ولا عجبك ولا الاثنين مش هتفرق، المهم انه غني، لانه لو كان فقير زيي كنت قلتله بالسلامه ما هضطركش. لكن لازم تعرفي حاجه، لولايا انا ما كنتش عرفتيه ولا شفتيه. انا اللي رسمت لك الخطه واتفقنا على كل حاجه. جاي دلوقتي تعمليني شريفة؟ لا وحط أمك. امسكي. اقتلي. اقتلي. لا! اقتلي.